خلونا نروح لجامعة المنصورة. جامعة المنصورة يا سادة يا كرام استجابت لحالة الطفل فارس. فارس كان بيعاني من الصلع، وتوقف بسبب هذه أو هذا الأمر للذهاب للمدرسة للأسف الشديد بسبب التنمر. شيء مؤسف حكاية التنمر ده، يعني فعلا أنا بشوفه مش بس أنه يعني الطفل المتنمر مش هو المشكلة، هو أبوه وأمه هم المشكلة، لأن هم اللي وصلوه لكده. وأظن ده محتاج مننا أكيد يعني كلام كتير. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفيات جامعة المنصورة. أهلا بيك يا دكتور. ألو؟ ألو؟ طب إحنا معانا فارس كمان؟ يا فارس. أيوة يا باشا. لا، والد فارس بنفسه. الله يخليك. إزاي؟ عامل إيه؟ حسين. إزيك يا حاج سعيد، عامل إيه؟ الله يسلمك يا دكتور. الله كله تمام؟ طمنا على فارس كده. يعني الحمد لله، هو دماغه زي ما هي. آه. وكل حاجة دماغه زي ما هي. وطبعا انا غلبت دكاتره خالص معايا هنا في المحله. ومن سنه تانيه ابتدائي لحد دلوقتي، بقى لي 7 سنين 8 سنين بجري بقى عند الدكاتره. اه. ورحت لبردك في طنطا، ورحت للدمنهور بردك، ومفيش فايده، وشعره كل مدى بقى اقرع خالص، مفيش شعر خالص. واني طبعا كنت بردك مع الاستاذه بردك امان المعداوي بردك في المحله هنا، وغلبت رحت لدكاتره المحله هنا كلهم. اه. بردك ما حدش عمل لي حاجه، وكل اللي يكتب لي علاج ب 500 ب 600 ب 800 ما اهملتش مع ابني يعني. ايوه انا عارف، انا عارف. وانا شغال بردك على دراعي وشغال كده، والحمد لله اللي انا بجري عليهم وبصرف عليهم. انت شغال ايه يا عم سعيد؟ قول لي. نعم. شغال ايه قول لي؟ انا كنت شغال سواق، بس انا مريض بصدري. ألف انا سلام. مريض عندي رب وشعب مزمن. اه. شغال على الزائي وانا على المعاش. على المعاش؟ اه. طيب، ويعني وعايش منين يا عم سعيد؟ عايش بطلع مثلا ناس زمايلي يقولوا تعالى اطلع الورديه ديت، تعالى وصلنا مصر، تعالى وصلنا اسكندريه، مشوار كده يعني مع الناس اللي هم زمايلي اصحابي بيعوزوني، ما بيعوزوني معاهم، اطلع مثلا اوصلهم اسكندريه وارد تاني المحله. بنسعى على رزقنا وعلى حسب ما ربنا يبعت. لا الحمد لله. اه الحمد لله. طب قول لي، طمني، انت حاله صدرك ايه؟ بتاخد الدواء ولا لا؟ اه باخد باخد نوفلين والكلكوزوم بردك اللي صدري، والحقن اليد الديسكه والبخاخات. ربنا يديك الصحه. طيب. الحمد لله يعني. كنت طبعا معايا روجيتات كتير. آه. من مستشفى المصحه المحله الكبرى، معايا روجيتات كتير ومعايا جوابات كتير من مستشفى المصحه. لا، ما انا مش عايزك تقلق، هو عموما جامعه المنصوره هيتولوا الموضوع بتاع ابننا فارس لحد ما يبقى زي الفل، فخليك معايا كده. انا مش عايزك تقفل، لان انا كمان عايز اخواننا في المنصوره يبصوا عليك برضو بصه كده وعلى صدرك ويرعوك وياخدوا بالهم منك. معانا على التليفون دكتور شعراوي كمال، مدير مستشفيات جامعه المنصوره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ اهلا بحضرتك، وتحيه لحضرتك، والحمد لله. تحيه لحضرتك وللساده المشاهدين. والحقيقه يعني حضرتك بتختار مواضيع جميله. احنا انا بتابع البرنامج دايما، بتابع البرنامج من الاول. ربنا يكرمك. تحيه طبعا لرئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعني تبنيه لمؤتمر الافريكان هيلث. ايوه. وتحيه للدكتور عادل العدوي، واحنا جامعه المنصوره مشاركه في هذا المؤتمر طبعا باوراق بحثيه كتير. وتحيه برضو لاهلنا على فكره في شبرا ميلس. انا من مواليد سمنود الغربيه، لان طبعا شبرا ميلس وشبرا بابل والعجزيه دول من اكثر الصناعات في الستان، وتحيه خاصه ليهم يعني بمناسبه المداخله مع حضرتك والصدفه الجميله دي. لا ده هو ده تحيه كبيره مربعه للمنصوره والدقهليه كلها. ربنا كله الا المنصور.
ومستشفيات جامعة المنصورة دي أصلها واحدة من أهم القلاع الصحية والطبية في بلدنا حقيقة. يعني ده حقيقة. طيب دكتور، زي ما حضرتك عارف الموضوع بتاع فارس ابننا يعني مصاب بالصلع وخلاص ما بقاش فيه ولا شعراية خالص، واحنا عارفين انكم تقدروا تتولوا الموضوع، بس انا عايز اتقل في حاجة بقى. اتفضل. والده عم سعيد انا عايزه برضو ايه وهو جاي كده مع فارس نكشف عليه ونطمن عليه. انا عايز بس اطمن حضرتك خالص بالنسبة لفارس ولوالده، انا هتكلم عن الاثنين بعد اذن حضرتك. اتفضل، ده احنا نتشرف، ده انا مبسوط بوجودك معانا على الهوا جدا. ربنا يديك الصحة والله. بالنسبة لفارس انا بس انا طبعا مش متخصص في الصلع ولا في فقدان الشعر، عارف. انا تخصصي انف واذن وحنجره. أيوه. لكن احنا هنتبنى حاله فارس وهنعرضه على المختصين. حلو. ولكن انا بس عايز اوضح حاجه. اتفضل. من الصوره اللي حضرتك عرضتها لابننا فارس، ايوه، هو سنه في سن المراهقه. ففقدان الشعر انا عايز بس يعني اميز بين حاجتين، الصلع وفقدان الشعر. ايوه. فارس عنده فقدان كامل للشعر في جسمه، مش هتلاقي بس راسه، لكن هو في حاله مراهقه، في سن المراهقه، وهتلاقي عنده فقدان للشعر في جسمه كله. ماشي. والحقيقه دي بنسميها في الطب الوبيشيا توتاليز، يعني ثعلبه كامله. اسمها ثعلبه كامله وليس صلع. تعرف الصلع ده بيبقى مرض وراثي وبيبدا بعد سن ال 40، ان الشعر بيبقى يتساقط، والشعر طبعا في جسمنا بيعتمد على الاندروجين وعلى بعض الهرمونات. أيوه. ففارس مش محتاج تخصص واحد، ده محتاج عده تخصصات علشان نوصل للسبب ونوصل للعلاج المظبوط، لان فارس قد يكون هناك مرض مناعي تحت هذا المظهر اللي هو فيه، قد يكون مرض هرموني هرموني للغدد الصماء، قد يكون فيه بؤر صديديه في جسمه بتؤدي الى هذا، قد يكون هناك بعض الادويه اللي كانت خدها قبل كده اثرت او وصلت لهذا الموضوع. اللي حضرتك اشرت اليه اللي هو الانزواء او يعني الحاله النفسيه اللي فارس فيها طبعا من المنظر اللي هو فيه وبيحس بالخجل من صحابه. انا عايز اقول ان المرض النفسي في حاله فارس قد يكون سبب وقد يكون نتيجه، لان بعض الامراض النفسيه بتبقى مصاحبه بتؤدي الى تساقط شعر وقد يكون نتيجه. ففارس هيتعرض برضو عندنا على دكاتره الامراض النفسيه عشان يشوفوا هل هناك سبب او علاج للحاله اللي هو فيه، لان فارس لازم يبقى قوي، لازم يقاوم المرض. صح. لازم، اصل المرض مش عيب ولا حاجه احنا نتدرى منها، بالعكس لازم يفهم ان ده مرض وله علاج. الاطفال اللي زيه اللي خدوا علاج كيماوي بيحصلهم سقوط في الشعر وبيرجع يظهر وكده بيرجع تاني بامر الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبه لفارس، احنا بنتبنى حالته في جامعه المنصوره يجي لنا في اي وقت، هنعمل كونسلت كامل من الاساتذه والاستشاريين في كل التخصصات. حلو. وبرضه هنبلغ حضرتك بنتيجه التخصصات وبالعلاج. الله يخليك. بالنسبه للحاج سعيد والد فارس، احنا بس عايز انوه، احنا عندنا هو واضح ان من الكلام اللي قاله سعادتك ان هو عنده حساسيه وربو شعبي. احنا عندنا في جامعه المنصوره في وحده للحساسيه وعامله امصال للحساسيه بالاشتراك مع شركه تكسيرة للامصال. حلو. وهي امصال مصريه 100%. حلو. وواخده براءه اختراع وبتكلفه بسيطه جدا، احنا بنعالج المرضى من غير ما يدفعوا اي حاجه. الحمد لله. دكاتره الصدر والحساسيه هيشوفوا عم سعيد واللازم كله هنعمله له ان شاء الله. المنصوره دايما حاجه تخلي الواحد يفخر بيها يعني بصراحه. يعني الواحد يعني فعلا مش اصل انا باجي لكم بصراحه جامعه المنصوره كتير، تحديدا عندي يعني كليه الطب وما الى ذلك، لانه واحد من اساتذتي دكتور محمد غنيم، فانا دايما تلاقيني رايح جاي على مركز الكلى. فانا المره الجايه لما اجي هاجي اسلم على حضرتك. انا منتظر حضرتك وتشرفنا في اي وقت. ربنا يخليك يا دكتور، الف شكر ليك. نقدر نقول لهم يجوا يا فندم امتى؟ في اي وقت، احنا من بكره جاهزين، لو عايز يجي من بكره ان شاء الله، هو من المحله حسب ما انا فهمت. ايوه. والمحله جنبنا، يعني ممكن يشرفنا بكره في مستشفى الجامعه الرئيسي الساعه 10 صباحا ان شاء الله، نكون منتظرينه باذن الله. بعون الله. الف 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 شكر ليك يا دكتور، كل الشكر لدكتور شعراوي كمال مدير مستشفيات جامعه المنصوره. عم سعيد بكره الصبح باذن الله من بدري هتروح على
دكتور شعراوي كمال في جامعة المنصورة، هو مدير مستشفيات الجامعة، هو هيقوم باللازم ناحية فارس وبإذن الله ناحيتك، وبإذن الله الجميع يقوم بألف صحة وبألف مليون سلامة.